مشاهدينا، مشروع جديد بيطور مهارات الأطفال والتلاميذ هن وعم يتسلوا وهن وعم يلعبوا. لنعرف أكثر عنه بصرنا نستضيف معنا دكتورة هدى الحسيني بيبي، دكتورة بالتربية، مؤسسة ورئيسة مركز الشرق الأوسط للإرشاد والإنماء والجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية. صباح الخير دكتورة هدى، وأهلا وسهلا فيك بمريم تي في، وشكرا لحضورك معنا اليوم. صباح النور أحلام، أهلا وسهلا فيك. أنا بالبداية دكتورة هدى أكيد بدي أنا باسمي وباسم مريم تي في نشكرك، لأنه قضيت عمر طويل ومشوار طويل أنت وعم تقدمي التربية للناس وتقدمي الأفضل والأفضل، وأكيد مثلتي مصدر إلهام لكثير من الناس بهيدا المجال. حبيت أقول هالشي لحتى أتشكرك وإلك الله وإلك يعطيك ألف عافية على كل الجهود اللي عم تعمليها خاصة بمجال التربية. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيك. دكتورة هدى، بالبداية شو فيك تعرفينا شوي عن الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية؟ نحن بلشنا الجمعية حقيقة بال 1994. كان في ضرورة انه ننشأ هيك جمعية، نوع من NGO، وحدة NGO non government organization، لتخدم ثلاث فئات، ثلاث مجموعات. اولا مجموعة الاولاد اللي هن عم بيعانوا بالمدرسة من الرسوب، ممكن تكون رسوب متكرر يؤدي لتأخر مدرسي، وما ضروري يكون اسبابه كسل او اعاقه او شيء، ممكن يكون صعوبات تعلميه او اضطرابات نفسيه بحاجه لارشاد. والمجموعه الثانيه اهالي التلاميذ، نعطيهم مثل ندوات توعيه مشان يعرفوا عده مواضيع بتهم اولادهم، كيف تربيه اولادهم وشو المشاكل اللي ممكن يتعرضوها. والمجموعه الثالثه هي المعلم او المدارس، اللي هي اوقات عندهم اسئله كثيره بموضوع الفروقات الفردية داخل الصف، انه كيف يتوجهوا لتلاميذهم اذا كانوا اولادهم. بتعرفي هلا كل التلاميذ بفوتوا على المدرسة، كل الاولاد بفوتوا، من زمان كان فئة مختارة او منقية بفوتوا، هلا الكل بتلاقيهم، حتى الولد اللي هو عنده صعوبة تعلمية، عنده ممكن يكون إعاقات ذهنية أو جسدية، بتلاقيهم فاتوا على مدارس وعلى مراكز. أكيد رح نوسع بالموضوع اللي رح نتطرق أنا وياك فيه. بالبداية أطلقتوا مشروع دكتورة هدى، فيك تخبرينا شوي عن هالمشروع؟ كيف الشخص بيقدر يتعلم وهو يكون عم يتسلى وعم يلعب، وكيف بيكسب المهارات من هيدا المشروع؟ تمام، نحن دائما بالجمعية وبمركز إرشاد بنطلع ببرامج، برامج لها علاقة أكيد مأخوذة من أبحاث صارت، مبنية على أبحاث وعلى مقابلات وملاحظاتنا نحن كفريق متكامل استشاري. عنا نحن مجموعة مستشارين وعنا هيئة إدارية كلهم بنت تربويين. لاحظنا نحن لاحظنا أنه بعد قصة الكورونا واللوك داون وانجبروا هالولاد كلهم على كل المستويات بكل العالم، انه يصير في شيء اسمه التعلم عن بعد وعلى الاونلاين ليرنينج. اللي انا بعد انا ما ملاحظتي لاولاد كثير، اولاد بجمعيتنا او اولاد بالمجتمع المحلي، ما عم يلقطوا الماده اللي هي لازم ياخذوها مثل كما يجب. ومع انه هذا الشيء متطور وكثير حلو، بس انا برايي انه بفتره معينه يعني مفروض انه ياخذوه، بس انه مش بشكل مكثف اللي صار فينا بسبب الكورونا. خاصه الفئه ريتا صغار كثير، اللي هن بين 3 سنين و9 سنين، ما في تعلم صار. ان شاء الله يكون 5% صار في تعلم. صحيح، لانه هيدا العمر دقيق جدا يعني. ايوه كريتيكال بيريد، يعني الولد كل انا بلاقي المراحل بحياته كريتيكال، من اول ما يخلق لاخر ليفوت على الجامعه. بس في عنا نحن هدول الاولاد اللي بين 3 سنين و9 سنين كثير وضعهم حساس، بشكل انه بدهم يخسروا كثير بموضوع الاونلاين ليرنينج، وما عندنا حل ثاني. طلعنا بمشروع نحن وبفريق عمل جمعيتنا بمشروع انا العب واتعلم. هو الولد عم يلعب عم يتعلم وعم يكتسب مهارات اللي هو بحاجه لها، خاصه هلا صار في كتير تطور للالكترونيكس والاشياء اللي هي الانتر اكتيف ليرنينج.
صحيح. يعني التفاعلي، التعلم التفاعلي كتير ضروري. وكمان المعلم كمان عم بيلاقي كان صعوبات، لأنه في معلمين كتير أنا بعرفهم وكنت شوفهم وبدربهم كتير مستقين من الوضع اللي هني فيه، عم هني طريقة تعليمهم للولاد، بتلاقي 10 ولاد عم يسمعوا المعلمة عم تعطي instructions، واحد بده يقوم بده حب بده يقعد، واحد ملتهي، ما في تركيز، ما في تركيز. وبتعرفي ان التعلم او التعليم كتير ضروري موضوع الانتباه والتركيز، هيدي من اهم الاشياء، هيدي البيسك، اذا مش موجودة يعني راح. والولد بهالعمر وعطول نحن حتى كبار بنحب نلعب، صحيح، وبيحبوا يلعبوا على الالكترونيكس، على الايباد، يحبوا يلتهوا، يلاقوا فرصه لحتى يلتهوا فيها. بتلاقي الاولاد على طول على الموبايل فون، صاروا بيفهموا اكثر من الكبار. صحيح، هدول بنقول لهم ديجيتال ليرنرز، هدول خلقوا هني كانهم معهم الموبايل فون او الايباد. الايباد بقى طلعنا بهيدا المشروع اللي هو مركزين على الثلاث، على المنهج اللبناني بصفوف الروضات الثلاثة، KG1 KG2 KG3. نعم. والأول الأساسي، المرحلة الأساسية، التعليم الأساسي اللي هو أول ابتدائي، ثاني وثالث ابتدائي، أو أساسي المرحلة الأساسية بهالمواد الثلاثة، إنجليش عربيك وماث، وإن شاء الله بدنا نعمل الفرنش كمان لأنه كتير ضروري. بس نحن الفرنش ضروري كمان ضروري، بس نحن كمرحلة أولى لأن خلينا نبلش فيه. نعم. وحقيقة ما كنا مفتكرين أنه هيدا المشروع والمسيرة هيدا البرنامج هالقد معقد وهالقد، خصوصي لما دخلنا على الإلكترونيكس. صحيح. صار بدنا فويس أوفر لأنه الولد ما في يقرأ، صفينا استعنا ب، ما بدنا نجيب معلمات يحكوا بصوت كبير وهيدا تخين وهيك، جبنا صغار اشتغلنا نحن معهم، دربناهم مشان يعملوا الفويس اوفر بالعربي وبالانجلش. يعني مثل ما ذكرت دكتوره هدى عن هالمشروع، قد ايه مهم، وقد ايه مهم انه الولد والتلميذ يكسب مهارات كثير مهمه بحياته. حكيتي لنا عنه اكثر على هيدا المشروع، بدي اسالك سؤال، مين بيستفيد منه اكثر ولاي عمر فينا نبلش فيه؟ هلا نحن من مثل اي ما قلت عمر لك، لاي من عمر؟ 3 سنين هيدا البرنامج ل9 سنين. ل9 سنين هيدي المرحله اللي فيها تاسيس اساسي، الباص، يعني عم تحطي انت، عم تعمري بنايه، عم تحطي تعمري اساس عم تعمري النولج، يعني مش كبسه زر النولج بيكون. صحيح. الثلاث سنين بيكون الولد اول سنه بفوت مدرسه KG1، نعم اوكي، لانه صاروا عندنا KG1 KG2 KG3 بالمدارس. الام عندها كمان تشورز، عندها اشياء تعملها، صحيح. ومش واجبتها انا برايي انه تعلم الولد، مش هيك بيحطوه بمدارس. يعني انا دائما بقول لتلاميذي او للاشخاص يعني بالإديوكيشن انه الام بتعمل فولو اب، بتكون موجوده متواجده، بتعمل متابعه، بس مش مفروض تعلم. تعلم المعلم هو درس تيتشنج ستراتيجيز، هو اللي بيعلم، وممكن يلعب دور ام كمان، بس بوجود هيدا الاونلاين ليرنينج المعلم صار بس عم يعطي الماده الاكاديميك. الاولاد الصغار منهم قادرين، يعني انا بعرف في ناس عم بيجيبوا تيوتر او معلمه بالبيت لولد عمره 5 سنين او 4 سنين ليقعد ليسمع المعلم اللي على الاونلاين شو عم تعلم. ما كل الناس بيقدروا انه يعني عندهم هالامكانيه، يكون عندهم الامكانيه الماديه. وكمان انا برايي هذا غلط كتير. صحيح. اللي يصير لانه الولد صار ديبندنت على المعلم، لازم على يتكل على حاله الولد. أيوة. ويعرف واجباته، لازم يتكل على حاله. صحيح. وبده سبيس، بده سبيس الولد بهالعمر من 3 إلى 9 سنين بده يتعلم لحاله اوقات كتير. اكيد معلم ضروري، بس شو بيعلم؟ ما يعني حتى كلمه تيتشنج ما بقى فيه باوروبا، بامريكا بالإديوكيشن صار في منتور، صار في كوتش، نعمل كوتشينج، نعمل كونسلينج، من هيئ الانفايرمنت او البيئه للولد يتعلم. صحيح. شو في مجال ان كان بالبيت او كان بالمدرسه. صحيح. اذا واحد، كل واحد بده يتحمل مسؤوليته بهالخصوص، بصير في بيئه صحيحه جيده. لانه هلا بعد قصه الكورونا والثوره والازمات اللي نحن عم نمر فيها بلبنان، الولاد ما عم ينمو كما يجب،
تراجعوا. هلا اكيد رح نحكي عن هذا الموضوع. دكتوره هدى، المشروع اللي حضرتكم عملتوه واللي رح اطلقوه اليوم، يمكن اليوم الاطلاق تبعه، مبروك اكيد وان شاء الله. هيدي عن عبر شاشتكم المباركه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي، واكيد نحن بنقول لك مبروك وبنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. بالنسبه للمشروع، التلميذ يلي بده يشتغل على هيدا المشروع كيف بيقطع؟ بيقطع بمراحل، بيكتسب مثلا مهاره معينه، خلص هيدي المهاره بينتقل لمهاره ثانيه لحتى يوصل لليفل معين؟ مزبوط. هيك بتصير الامور. مزبوط. هلا نحن عاملين بوكلتس. نعم. بياخذوا فاوتشرز. نعم. المدرسي هو نحن عم مواصلين للمدارس، وعلى عبر الفيسبوك تبعنا الانديفيدجوالز اللي هن بهمهم بفوتوا على التأهيل بيج على الفيسبوك او على الانستغرام بشوفوا. الولد ببلش تنحسب عمره 3 سنين. جيفتد. نعم. الولد جيفتد يعني الله عطيه موهبة وعنده هالملكات براسه. نعم. بتنحسب بده يدرس عربي، بيخلص البوكلت هو لحاله بيشتغل عليها لأنه في فويس اوفر، وأكيد الأم بتكون أراوند، يمكن عم تعمل إشياء، يمكن. نعم. عم تطبخ، يمكن شيء. ممكن يخلص هيدا البوكلت بظرف أسبوع أو ممكن شهر. نعم. هالبوكلت هيدا لما يخلصوا بيجي فويس يعني انه او اشاره انه انت خلصت هاي البوكلت، بينتقل للكي جي 2 ليفل. كمان زيت نفس الطريقه. نفس الطريقه. هلا يمكن ياخذ كمان الانجليش. يمكن ياخذ الانجليش يخلص لانه انتجريتد. كمان دخلنا المنهج اللبناني. نعم. اللي هو شغال قديم بس بعده كتير منيح. نعم. دخلنا في مادة المات والساينسز بقلب الانجليش والعربي، بقى بينتقل الولد عم يتعلم المادة وعم هو عم يلعب. حلو. Which is very nice. Very nice. وon his own pace. يعني انه بوقته هو اللي مسابه. صحيح. اللي جاء عباله، مش بيجي وقت محدد من هالوقت للوقت ينضغط. دكتورة هدى، شو الفرق بهيدا المشروع باختصار اذا بتريدي بين التلميذ المتفوق يلي عنده علامات عاليه واللي عنده اذا بدك نسبه ذكاء اكثر من غيره؟ مش معناتها غيره ما عنده ذكاء، وبين التلميذ يلي عنده دي بروبليم اكاديميك. كثير حلو سؤالك، لانه ساعتها العكس بيصير. نعم. يعني تنحسب ولد بالمدرسه بالثالث ابتدائي اللي هو جريد 3، البروجرام فيها اهله يعطوه الفاوتشر او يجيبوا له البوكلت تبع جريد 1. الجريد 1 ممكن ويبلش يشتغل عليه لانه هيدا هين بالنسبه له، اهين من جريد 2. وايفنتشلي شوي شوي بتلاقيه طلع خلص بوكلت 1، صار بوكلت 2، بوكلت 3، حسب الماده اللي هو ضعيف فيها. اللي بده يثبت مهاراته اكثر فيها. دكتوره هدى، بتعرفي الاولاد بهيدي الفتره وخاصه بالكورونا وباللوك داون عايشوا لحالهم فتره. مزبوط. يعني اذا بدك عايشوا باوضهم لحالهم، ما في مراقبه شديده عليهم، وحتى هن نفسيا يعني تعبانين الاولاد. بهيدا الوضع إذا الأولاد بدهم يشتروا البروغرام من خلالكم أو من خلال مين بيقدروا يحصلوا على هذا البروغرام ليبلشوا يشتغلوا عليه، وخاصة أنه حضرتكم أطلقتوه بالصيفية؟ مزبوط. يعني فيهم يبلشوا أكيد أول مهارات اللي عندهم إياها بخلال الصيفية. مزبوط. كيف فيهم يحصلوا على هذا البروغرام؟ بيتواصلوا معنا نحن دغري، الجمعية. نعم. اللبنانية للتأهيل والتنمية. نعم. ونمرة التليفون 03-73-8-0-5-9 أو نفس الرقم 71-73-8-0-5-9. ممكن نحن نأمن لهم إياه البوكلتس اللي بدهم إياه، أو عبر الجيميل hoda.bb@gmail.com. فيهم يتصلوا فيه هدى بالأو HODA، يمكن بتحطوه على هيدا، أو عبر الفيسبوك نحن على قد ما فينا، والإنستغرام، كل المواقع التواصل الاجتماعي. تمام. وإديوير هي. نعم. نحن شريكنا، نحن يعني تعاوننا. نعم. كتير عاونونا، يعني تساعدنا مع بعض مشان طلعنا من هذا المشروع. حاطينه كمان على اللابراري تبعهم، على البوك ستور تبع إديوير. نعم. إديوير الشركة اللي هي عملت الإي بوكس، هو كان البروجرام هو نفسه ليصير اي بوك، جبرنا انه يكون بشخص يعني. نعم. شركه متخصصه بهالموضوع. نعم. واديوير هي دخلت بالمجال الاديوكيشن بشكل قوي، كمان موجوده على البوك ستور تبعها. حلو. يعني قد ايه حلو هالمشروع يلي
أطلقتوه واليوم رح تطلقون على راد. أنا بدي أقول لكم مبروك. شكرا لك. بدي أقول لك دكتورة هدى أهلا وسهلا فيكي بمريم تي في، نورتينا. شكرا لك. وإن شاء الله دايما بنسمع أخبار كتير حلوة خاصة بالمجال التربية، وأكيد أنا عبرك وعبر شاشة مريم تي في بدي وجه تحية لكل الأهل ولكل المعلمات ولكل المعلمين ولكم ولكل الأكيب اللي عم يشتغل على هذا الموضوع. شكرا لحضورك. شكرا معنا لك ريتا. شكرا. شكرا مريم تي في. شكرا، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.